كنت ولدت في ذي الحجة سنة 30 و300 من الهجرة، وتعلمت بعد العاشرة 11 و12 كملت القرآن، ثم اعتنيت بحفظه ودرست على المشايخ وأنا صغير قبل أن يذهب بصري، على شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ، وشيخنا الشيخ محمد بن عبد اللطيف على الشيخ، وشيخ حمد بن فارس، الشيخ سعد بن عتيق، ثم على شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في العقد الخامس من القرن 14، وأنا بصير حفظت جملة من المتون وأنا بصير. ثم بدأ المرض في العينية سنة 46 وأنا في 16، وذهب بصري في أول سنة 50 وأنا ابن 19، حين ذهب بصر وأنا ابن 19 سنة. قد حفظت جملة من المتون ودرست جملة من المتون في العقيدة وغيرها وأنا بصير، وكتبت أشياء وأنا بصير والحمد لله. ثم كملت الدراسة بعد ذهاب البصر إلى عام 57، ثم عينت للقضاء في عام 57 في آخر جمادى الآخرة سنة 57 في منطقة الخرج، وأقمت بها هناك 14 سنة في الخرج وأشهر، نظمت فيها حلقات العلم، ودرس علي جم غفير من الطلبة من أبناء نجد وغيرهم. ثم رجعت إلى الرياض في آخر عام 71، وبشرت الدراسة في المعهد العلمي في الرياض سنة 72، ثم في كلية الشريعة سنة 72 إلى سنة 80، ودروسي في الكلية، وتخرج منها الجم الغفير من الطلبة سنة 76 وما بعدها. ثم عينت في الجامعة الإسلامية وباشرت العمل فيها مديرا لها سنة 81، وبقيت فيها إلى آخر عام 95، ثم انتقلت منها في شوال عام 95 إلى دار الإفتاء في شوال عام